السجود إذن جبر، والمقصود بالجبر أي سد الخلل، وسد الخلل المقصود بسجود السهو هو خلل السهو في جزء من الصلاة أو عن شيء من السنن كما ذكرنا سابقا، لأن سجود السهو لا يمكن أن يغطي عن التحيات أو عن قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، ولأن التحيات من الواجبات. فالمقصود إذن في تخريج سجود السهو أنه جبر للبسيط من السهو في أعمال الصلاة، كما قلنا سابقا ما يجي واحد يكبر الصلاة ويضرب عمره في التحيات يقول أنا سهيت يسجد، كأن هذا السجود خلاص عفي عنه ما تقدم، وهذا الكلام غير صحيح، لأن أيضا آثار الصلاة ليست في هذه السجدتين، بمعنى أن تأثير الصلاة على الإنسان لا تجبرها هذه السجدتين. الصلاة خشوع، الصلاة تذكر، الصلاة يعني مقام عظيم بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تختصر كاملة في إيش؟ في سجدتين. ومن هنا نأخذ بأن السجدتين هما جبر لأبسط ما يمكن أن يسهو عنه الإنسان، لا على أركان الصلاة وسننها. ولذلك بعض أهل العلم وضع حدا فاصلا كما قلت، أنه لو سهى في ركعة كاملة يبدأ الصلاة من جديد، ويجبر في التكبير ما سهى. يعني بعض العلماء يقول تكبيرة إلى ثلاث تكبيرات، لكن لو سهى في تكبيرات الصلاة فتكبيرات الصلاة كلها أيضا لا يجبرها إيش؟ السهو، لأن معناته هذا ينتقل من حدود الصلاة بدون أن يكبر، وهذا دليل على أن عقله غافل. وسجود السهو فيه ملامح تربوية للإنسان، لأن السجود مقام عظيم، والسهو مقام وسوسة الشيطان، لأن وساوس الشيطان بالإنسان عظيمة، يقف للإنسان مع كل خير، ما من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قالوا أمنيته أي صلاته، فهو حتى يأتي للأنبياء والمرسلين، فكيف بالإنسان الضعيف وفي مقام الصلاة؟ فكان السجود خزي على الشيطان. يعني يروى أن عمر بن الخطاب صار بينه وبين النبي حديث أنه إذا صلى بلا سهو يعطيه بردة، والبردة هي يعني مثل البشت، فعندما قام للصلاة حتى يصلي بلا سهو بعد انتهاء الصلاة ماذا قال؟ جاء الشيطان قال تو النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيك البردة السوداء ولا البردة الخضراء، يعني شككه في لون البردة الذي يعطيها. ولذلك جاء سجود السهو هنا ليهدم ما بناه الشيطان على هذا الإنسان من الوسوسة، ولذلك السجود جبر للبسيط من السهو، بمعنى لو نجح الشيطان مع الإنسان وسهى في كل صلاته هذا معناته سجود السهو لا يجبر إيش؟
هذه الوسوسة. فإذا سجد السهو بعد سهوه قال لك يشعر الشيطان بالخزي، لأنه أمر بالسجود فلم يسجد. جاء في بعض الآثار أنه يحث التراب على نفسه، لأنه لم يستطع أن يوصل الإنسان إلى وسوسة ترك الصلاة، وإنما كانت وسوسة وجبرها بماذا؟ بسجدتي السهو. إذن هما امتثال لأمر الله عز وجل وإرغاما للشيطان. ولا تحتاج السجدتين إلى نية خاصة، أي يتلفظ بنية خاصة إن ينوي بها السجدتين السهو. فالسجدتان بعد الصلاة هما للسهو ولو لم يتلفظ بنية أنهما للسهو، لأن أصلا بعد الصلاة لا يوجد سجود غير سجود السهو. وكذلك النية إنما هي في الجنان لا في ألفاظ اللسان، وما يقوله في السجود هو التسبيح، سبحان ربي الأعلى، نفس ما يقال في سجود الصلاة. ولبعض أهل العلم قول بالاستغفار مع التسبيح لله عز وجل. وطبعا هنا يأتي التفصيل، هل السهو بنقص أو بزيادة؟ والكلام فيها طويل، مختصره أنه إن كان نقص شيء من التكبيرات في الصلاة أو مثلا أنقص التحيات الأولى باعتبارها سنة على الفتوى ورأي الجمهور، فهذا النقص يجبره بالسجود قبل السلام. وأما إن كان السهو بزيادة، بمعنى زاد تكبيرة في صلاته أو زاد حركة ثم جلس أو زاد سجدة، فسجود السهو يكون بعد السلام. أما إذا زاد إلى حدود الركعة فقد انتقضت صلاته. يعني إذا صلى 5 ركعات الظهر أو العصر هذه زيادة، لكن هل تجبر بالسهو؟ قالوا لا، إلى حدود الركعة، فإن زاد ركعة انتقضت صلاته وعليه الإعادة، لا يجبرها سجود السهو. فإن سهى الإمام فلا علاقة للمأموم بسهو الإمام إلا إن كان نقصا وسجد الإمام قبل السلام. يعني الإمام لا يتبع في سجود السهو إلا إن كان لنقص في الصلاة وسجد قبل السلام، فعلينا أن نتبعه. وأما ما بعد السلام ففيه تفصيل، إن سهى المأموم مع الإمام يسجد معه، وأما إن سهى الإمام والمأموم لم يسهو فليس عليه سجود سهو بعد السلام. ولذلك قالوا أن الإمام لما يسجد بعد السلام للسهو يجهر بالتكبير حتى يذكر من سهى معهم بالسجود بعد السلام، من باب التذكير. ما معنى أن كل ما كبر الإمام جهرا نتبعه؟ لا، فهو يجهر للتذكير وليس
لإلزام المأموم بالسجود معه في السهو، لأن ما المطلوب أن يتبع الإمام في الصواب ولا يتبع في الخطأ. والقول بأن الإمام يحمل عن المأموم كل شيء، هذا فيه كلام طويل لأهل العلم. يعني بعض العلماء يقول بأن الإمام يحمل كل شيء عن الإمام، الإمام يحمل كل شيء عن المأموم حتى السهو. وهنا الإمام السالمي يرد على ذلك بأن الأمر بسجود السهو لم يأتي مفصلا، وإنما جاء للإمام والمأموم، فمن سهى في صلاته فعليه السجود سواء كان إماما أو مأموما، وسواء كان الإنسان خلف إمام أو كان مفردا، فلم يأتي في ذلك تفصيل بين الإمام والمأموم.